ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين حلقتنا النهارده. بما ان احنا بنستقبل كل استفساراتكم واسئلتكم على البيج بتاعتنا، بيج طبعا نبض كلينك، خلونا النهارده نجاوب على كل الاسئله اللي انتم بعتوها لنا. هنبتدي طبعا مع دكتورتنا اللي مشرفانا دايما وبتقول لنا على كل الجديد والتقنيات الحديثه في عالم التجميل. معانا النهارده دكتوره نسمه طلال، اخصائي جراحه التجميل والليزر بعيادات نبض. زي القمر النهارده، نورانا النهارده. اهلا يا نسمه. ازيك يا حبيبي؟ انت النهارده لابسه لوني المفضل الاصفر. الاصفر جميل. انا بحب الاصفر قوي برضه. يو لوك نايس. طبعا انا يعني كل مره بنتكلم عن احدث التقنيات وبتقول لنا عن كل حاجه، احنا جات لنا اسئله بقى كتيره جدا. ويلا نبتدي باول سؤال. معانا حامد، انا بحب قوي الرجاله او يعني الرجاله اللي بيهتموا بنفسهم وبيحبوا يتابعوا كل حاجه جديده. عندنا بقى حامد بيقول ان هو عنده مشكله، بيقول انه رغم انه مش مليان قوي بس عنده منطقه الثدي وفيها سمنه، كل ده ليه وبسبب ايه وعايز يعرف طبعا العلاج. بصي، الفتره اللي فاتت دي او نتكلم بالذات في الكام سنه اللي فاتوا، بقى في كثير من الرجال او الشباب بيعانوا دايما مشكله بنسميها التثدي عند الرجال. طيب ايه السبب؟ السبب ان الناس ما بقاش عندها الوقت ان هي ممكن تمارس رياضه زي الاول. ان احنا الاكل اللي بناكله يعني مش هيلثي، الجانك فود والاكل معظمه مش هيلثي، فده برده ساعد على الموضوع ده. فهي مشكله طبعا كانت رجاله كتير وشباب كتير مضايقاهم. يعني حتى يجي يقول لي يا دكتور انا بروح البحر مش عارف البس تيشرت، يعني مش عارف مثلا انا بقعد من غير تيشرت، لازم اضطر افضل لابس تيشرت طول الوقت. وكانوا ناس كتير مش عارفين ان الموضوع حله يعني بسيط وسهل جدا. موضوع التثدي احنا حله بسيط قوي، ان احنا نعمل شفط للدهون. اوكي تمام. وطيب في ناس ساعات بتبقى درجات يعني متقدمه شويه، ان هو حاسس ان حتى في جلد زياده شويه، فبيبقى قلقان ان احنا ممكن يبقى في جراحه. يعني زي احنا الصوره اللي ظهرنا دي بنقول ان هو نسبه تثدي درجه تانية مش درجه كبيره. فاحنا مجرد عملنا شفط للدهون نلاقي ان الشاست او يعني منطقه الصدر راجعه تاني فلات تماما، ما فيهاش اي مشكله. في ساعات بعض الحالات بنحس ان يعني بيبقى تثدي اعلى من كده، برضو دي حاله برضو للدرجه الثانيه مش كبيره قوي. بيبقى قلقان. احنا نقدر نقول ان يا جماعه المشكله دي ما فيهاش قلق بالنسبه لنا دلوقتي، عشان عندنا تقنيه ان انا بنعمل شفط الدهون بالجي بلازما. يعني انا بعد ما بنعمل شفط الدهون يعني مش هيحصل لك ترهل، مش هيحصل ترهل والجلد زياده، مش هنحتاج ان احنا ممكن نعمل تدخل جراحي. مجرد بس شفط الدهون وجهاز الجي بلازما هيخلي ان شكل الشاست يرجع تايت تاني وستريت تاني. لكن بيطلع بيرجع تاني يلبس كرسي في المنطقه دي؟ لازم اي عمليه شفط يا رانيا زي احنا لازم بنلبس كرسي. فبيبقى زي هو بيبقى فيست، وحتى تحت الهدوم يعني مش بيبقى باين، يعني بيبقى كانه زي اندر شيرت كده بيبقى لابسها، بس مجرد شهر ونص بعد العمليه. طيب السؤال اللي جاي من نوره، ونوره بقى بتسال سؤال عكس حامد، بتقول ان هي منطقه الثدي بتاعها صغيره، فهي بتسال هل ممكن تكبره ولا لا، وهل ده بيأثر على الوظائف؟ يعني هل هي مثلا لو هتخلف او كده ممكن ده يأثر على الرضاعه او كده؟ تمام. سؤال نوره، ده سؤال حلو قوي، ودي للاسف مشكله لبنات كتير بتعاني منها، او حتى سيدات كتير بيعانوا منها وبيبقوا مكسوفين ان هم يسالوا، او بيبقوا مش عارفين ايه احنا ممكن نحل المشكله دي ازاي. حل المشكله ده بسيط، عن طريق ان احنا نقدر نعمل تكبير للثدي عن طريق حشوه السيليكون. حتى لو ظاهر دلوقتي في الصوره ده يا جماعه شكل السيليكون، عشان في ناس كانتش متخيله الشكل بيعمل ازاي. هو بيبقى الشكل بياخد نفس شكل الثدي طبيعي جدا، ما فيهوش اي حاجه. وهنا دي صوره بتوضح احنا يعني بساطه العمليه. احنا بنفتح فتحه صغيره قوي من تحت الثدي، وحشوه السيليكون بتتوصل يعني زي ما ظاهر في الصوره، يا اما بنحطها قدام العضله تحت انسجه الثدي او ورا العضله. قدام العضله او ورا العضله دي بتفرق، يعني بتفرق من حاله للتانيه، وعلى حسب طبعا تقييم الدكتور اشوف انهي اللي انسب ليكي. يعني ده بيبقى حسب حسب شكل الثدي ولا شكل الثدي وحجم الثدي. يعني لو يعني لو عندي الثدي صغير قوي ما عنديش انسجه للثدي كبيره او كتيره، فلازم بحطه ورا العضله. أوكي. لكن لو عندي في انسجه للثدي كويسه بقدر ساعتها احطه قدام العضله. طيب الاسئله اللي بتقرق ناس كتير، ده هل اثر يا دكتور لو انا مثلا ان شاء الله بعد كده عايزه ارضع؟ لا، ما بيأثرش على الرضاعه. طيب هل بعد كده بيبقى شكله زي شكل الثدي طبيعي؟ بيبقى شكله طبيعي جدا، ما فيهوش اي مشكله. طيب في بقى اسئله بتبقى ممكن اقول ان هي كوميديه شويه. لو وقفت قدام البوتاجاز، لو وقفت قدام الفرن، هيحصل حاجه؟
لا هيقولوا والله ساعات الناس تيجي تسالني كده، طب لو ركبت الطياره هيحصل حاجه؟ لا مش هيحصل الضغط يعني. لو عملت دايفنج هيحصل حاجه؟ لا مش هيحصل حاجه. يا جماعه يعني حشوه السيليكون ما بيحصلهاش اي حاجه، بيأكنك بالظبط انسجه الثدي طبيعيه، جزء طبيعي من الجسم، جزء طبيعي جدا من جسمك، تعيش حياتك عادي جدا، ما فيش اي مشكله في اي حاجه من الحاجات دي. طب حتى في سؤال ناديه بعتلنا بتقول عندها 30 سنه ووزنها 85، دي اكيد عندها سمنه طبعا. هل في طريقه لانقاذ الوزن وازاله الدهون؟ وهل عمليه شفط الدهون دي كمان دي ممكن تاثر عليها لو حبت تحمل او كده؟ ده بالعكس، ده انت لو خسيتي او شفطتي بيساعد اكتر. بالظبط. هو اولا طبعا 85 ده وزن يعني نقول ان هو مش كبير قوي، وبعدين طبعا هنا انا حسب طولها، هي طبعا هي بس مش موضحه طولها قد ايه. حتى ممكن تلاقي توزيع الدهون بس في مناطق معينه. احنا بنقول ان مريض اللي هو اول مريضه اللي محتاجه شفط دهون اللي هو انا واحده ما عنديش سمنه مفرطه، انا عندي بس شويه كيلوهات معين زياده ومنطقه معينه. يعني الدكتور مثلا تيجي تقول يا دكتور انا دايما بخس، دايما المنطقه مثلا من ناحيه مثلا الارداف او الفخاد مثلا هي دي مثلا ما بخسش منها، او مثلا منطقه البطن والجناب هي دي المنطقه اللي مضايقاني مثلا. طيب هل في، عشان ناس كتير عندها تخوف، هل انا عملت شفط ده هياثر بعد كده على الحمل او حاجه؟ لا يا جماعه مالناش دعوه خالص، شفط ده خرم صغير قوي. احنا بنخش في الانسجه اللي هو او الدهون اللي هي تحت الجلد على طول ما بين الجلد والعضلات. واحنا الرحم ده تحت العضلات وفي بعد كده اورجنز كتير قوي، يعني احنا مالناش دعوه خالص، ما بيأثرش على الحمل، ما بيأثرش على اي حاجه. حلو جدا. السؤال اللي بعده من منى. منى بتقول هي عندها 20 سنه وهي بتعمل دايت، بس مشكلتها ان هي مهما عملت دايت بتخس من كل المناطق، بتفضل منطقه واحده بس وهي الذراعين. فبتقول اول حاجه انا مش عارفه ليه المنطقه دي ما بتنزلش، تاني حاجه هل ده له علاج وفعلا انا ممكن اتخلص من السمنه في المنطقه دي، وبتاخد وقت قد ايه؟ بالظبط. هي من نفس الحاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، ان انا عندي منطقه هي اللي مضايقاني وبتؤرقني وفي نفس الوقت مش عارفه انزلها. هي دي الكانديد الصح ان احنا نعمل لها شفط للدهون. عمليه بسيطه جدا، مجرد نقطه صغيره مش هيبقى تقريبا باين ان في جرح، وهيرجع شكل يعني مثلا زي الصوره هنا. دي كانت مريضه المفروض يعني سنها صغير حوالي 23 24 سنه، ودايما كان مضايقها موضوع ان هي الدراع، يعني هي تقولي انا جسمها كان كله كويس، منطقه الذراع دي هي بس انا اللي مضايقها. هنا ده قبله هنا بعد العمليه. طيب ليه منطقه فيه باستعداد وراثي؟ يعني هتلاقي ان العيله نفسها مامتها دايما يعني منطقه الدراع مثلا او عمتها دايما بيبقى فيها جزء استعداد وراثي. لكن برضو الكرسي برضو بعد ما بتشفط اي منطقه لازم ان احنا هنعمل لها شفط. الدراعات لازم كرسي، الرقبه لازم كرسي، البطن، اي حته. انا بقى عندي بقى السؤال ده يعني العكس تماما. يمكن ناس كتيره جدا عايزه تشفط وتخس وتعمل، هنا بقى عندها العكس، عايزه يعني مناطق نحيفه جدا، هي ما حددتش اي منطقه بس هي عايزه تعرف الاماكن اللي هي عندها نحافه ازاي برضو تزود فيها. ده برضو يعني موضوع سهل وبسيط جدا. انا عندي منطقه نحيفه طبعا ما وضحتش ايه المنطقه، هل هي منطقه الوجه، هل منطقه مثلا الرجلين؟ لا ما كتبتش. بنعمل ايه؟ بنشفط الدهون وبنحقنها في المنطقه ان انا مضايقاني او اللي انا شايفه ان انا عندي فيها نحافه. طب لو ما عندهاش دهون خالص، واحده نحيفه خالص، يعني بيبقى صعب، يعني بيبقى صعب على الاقل هنقدر ناخد شويه دهون. لو ما فيش دهون خالص يبقى ساعتها هنلجا للفيلر في الوجه مثلا. لو المنطقه تانية هنشوف ساعتها ايه اللي ممكن نلجا له، بس معظم الناس يعني على الاقل هيلاقي ممكن شويه دهون ان انا احقنها. والميزه دلوقتي كمان ان كان في ناس كتير بتبقى قلقانه ان انا الدهون لما بنحقنها في جزء كبير منها بيفقد، اللي احنا عايزينه دلوقتي علشان التكنيك الجديد او الصح يعني اخر تكنيك بنشتغل بيه في حقن الدهون اللي هو المايكرو فات والنانو فات. ده بالظبط اللي خلى ان انا تقريبا الدهون اللي بنحقنها كلها ما بيحصلش فيها اي نوع من انواع الفقدان. ده هنا صوره للدهون بعد ما بتتشفط وبنحضرها علشان نعملها بعد كده تتحقن في المنطقه اللي احنا عايزين نحقنها، سواء الوجه او المنطقه اللي مضايقانا او الثدي. بنفضل دايما حشوه السيليكون. احنا ممكن نعمل حقن الدهون لمنطقه الارداف او لمنطقه الرجل من تحت، يقول لك انا العرقوب بالظبط. انا عايزه ان انا تبقى الرجل او هنا مثلا زي هنا مريضتي كان عندها اللي هي الرجل كلها رفيعه، فكانت عايزه ان احنا نملاها شويه.
حلوة قوي. اوكي يعني ممكن ترسمي وهنا مثلا دي هنا الوجه هنا قبل نعمل حقن الدهون، بعد عمليه حقن الدهون بيوم، بعديها باسبوع، وبعديها ب 72 يوم طبعا، او بعديها بيوم. كنا شايفين ان في شويه تورم، وده طبيعي لازم بنوضحه لاي حد هيعمل حقن دهون، لازم يبقى في شويه تورم. التورم ده بيقعد معانا ممكن 10 ايام اسبوعين، برجع بعد كده كويسه. حتى الصوره بعد اسبوع كان وشها تقريبا هدي. ده المايكرو فات والنانو فات، هي دي التكنيك الجديد اللي بيخلي يا جماعه ان احنا حقن الدهون عندنا يقعد معانا مده يعني ممكن يوصل 5 سنين أو 6 سنين ما دام مننا يعني. بالظبط، ما دام مننا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان قبل كده كنا بنقول بنحقن الدهون ممكن 50% الدهون اللي انا حقنتها تفقد. دلوقتي نقول يا جماعه انا بحقنها مجرد ممكن 10% بس او زيرو، ما بيبقاش اي فيه فقدان في الدهون اللي اتحقنت. طيب انا هسالك السؤال اللي جاي ده من جيني. جيني بتقول عندها 25 سنه، عندها مشكله في الانف، ان الانف العظمه بتاعته معوجه شويه يعني، واخده زاويه كده شويه، وبتقول ان ده طبعا مسبب لها مشكله، فبتسال هل ممكن تعالج المشكله دي وده بيسيب اثر ولا لا، وكده تبقى المشكله اتحلت، ولا هي بتحتاج ان هي ترجع تعمل حاجه تاني؟ تمام. عمليه تجميل الانف عموما ما فيهاش يعني بنقول ما فيهاش اثار، يعني بيبقى جرح صغير قوي عند الارنبه هنا من تحت، ما بيبقاش باين غير لو المريضه رفعت راسها قوي، وفي خلال شهر او اتنين ما بيبقاش باين. حكايه ان عواجه الحاجز الانفي او فيها عواجه، ده عادي سهله جدا، احنا ممكن بنعملها في العمليه، بنعمل ان احنا نعمل يعني نعدل الحاجز الانفي او الاعوجاجر في الحاجز الانفي دوت، وبنشوف بقى هل عندنا مشاكل تانية. هل انا لما بتبقى واخده زاويه كده يعني كده او كده، ده بيبقى من الحاجز الانفي نفسه؟ الحاجز الانفي نفسه. انا عندي الحاجز الانفي ده جزئين، عندي جزء عظمي وعندي جزء اللي هو الغضروفي. هل المشكله كلها في العظمي والغضروفي؟ يعني الحاجز كله معوج، ولا انا بس مشكله عندي في الجزء الغضروفي فقط؟ يعني دي طبعا حاله قبل وبعد. هي طبعا دي انا كان عندها اللي هي الهامب العظمه العاليه، كان عندها الغضروف من تحت كان كبير قوي وكان عريض، وكانت حتى الارنبه اللي هي بتبص لتحت او اللي بنقول عليها معكوفه. احنا هنا عملنا تعديل طبعا، ان احنا العظمه دي هنا طبعا دي حاله برضو كان العظمه البارزه دي طبعا، ان احنا عملناها ان احنا بردناها بحيث ان احنا ما يبقاش العظمه دي ظاهره. بتبردي بتكسريها ولا بنكسر؟ بتكسري العظمه؟ لازم بنكسر العظمه ولازم نبردها. انا مش عارفه ازاي يعني، والله مش عارفه ازاي يعني، بتفتحي وتكسري العظمه عادي وتبردي العظمه وترجعي كل حاجه تاني، ونحط له كده جبس ويقعد بيه اسبوع وخلاص على كده. بتقولها عادي خالص، عارفه؟ ايوه بنكسرها ونعدلها ومفيش مشكله. بتصلحي تقريبا منها قد ايه؟ مثلا الموضوع ده ممكن تصلحي منه 80%؟ ممكن اوصل ل 80 طبعا، على حسب كل حاله، وعلى حسب كمان في ناس كتير اللي هو نوع الجلد. في يا جماعه حاجه عندنا ثيك سكن وحاجه عندنا اسمها ثين سكن، بمعنى يعني في ناس بيبقى جلد الانف عندهم تحس ان هو تخين شويه، بالذات الناس اللي بشرتهم دهنيه. فاحنا دول مثلا بنقول لهم انت مش هتقدري تاخدي النتيجه كامله من عمليه تجميل الانف غير بعد 4 لـ5 شهور من العمليه. طبعا بتحس بتحسن، بس عشان الجلد عندي سميك فبلا ما بياخد الشكل الجديد. غير الناس اللي هم بجلدهم رفيع، دول اقدر اقول لهم ان هم في خلال شهر ونص بيشوفوا النتيجه الفاينل، بان ساعتها الجلد سهل انه يتشكل على الشكل الجديد اللي احنا عاملينه، سواء من ناحيه الغضروف او من ناحيه العظم. اوكي. برضو ريهام بعتت بتقول ان شكل جسمها يعني متناسق، لكن في الشكل العام وهي خارجه يعني عندها مشكله، انها عندها ترهل بس في البطن. يعني هي تمام شكلها كويس، بس عندها مشكله ترهل البطن، اكيد مش هتبان في اللبس. تمام. بس مثلا لو هتيجي تروح تلبس مايو، تلبس او حتى الشكل يعني نفسيا بتبقى برضه حاسه ان هي مضايقاها منطقه البطن، ما بيبقى فيها ترهل، بتبقى هو طبعا لطيفة. على حسب درجه الترهل، لو انا عندي ترهل بسيط ممكن نقول ساعتها ان احنا نعمل جهاز الجي بلازما، ده هيوصل لي نتيجه لطيفه جدا، واوصل لنتيجه حلوه قوي، وان الترهل البسيط اللي عندي ده مش هيبقى موجود. لكن لو عندي ترهل كبير خصوصا ما بيحصل، هي طبعا مش موضوعها هل كان في ولاده او ما فيش او الكلام ده كله، اللي هو ما بعد الولاده، ده طبعا الترهل بيبقى بشكل كبير. فساعتها بنقول يعني معظم الحالات بنقول 90% بتبقى محتاجه عمليه اللي هي شد بطن او تامي تك، يعني طبعا بيبقى عندي جلد كتير او كميه كبيره قوي، فما اقدرش ان انا بجهاز الجي بلازما يبقى بالنسبه لي كافي، لازم ساعتها بعمل شفط للدهون وبنعمل اللي هو شد جراحي. هو اللي بيعمل تامي تك ده وبيتخن بيرجع له تاني؟ اي عمليه تجميل سواء شفط دهون او شد بطن بنفضل ان احنا اقدر اقول افضل محافظه على الشكل بتاعي لو انا يعني فضلت 4 أو 5 كيلو بلس او ماينس. لكن ما اجيش مثلا اتخن بعد ما اكون عملت العمليه 10 15 كيلو،
ما لازم حرام اصلا يعني يعمل عمليه، حرام تضيع المجهود ده. فطبعا البطن ممكن تزيد او المنطقه اللي اتشفطت هتزيد تاني، او مش هترجع زي الاول بس هتزيد. بس طب ليه تبوظ المجهود اللي انت عملته؟ ممكن تقدر تعمل العمليه لو هي مثلا بعد الولاده، لو عملت لو ولدت قيصري بنفس الفتحه نقدر نشد البطن. بالظبط، بيبقى نفس الفتحه بتاعه القيصريه بس بيبقى الجرح اطول شويه علشان اقدر اشد البطن احسن كلها. وطبعا بفضل ان احنا نقول نكون ان احنا حد خلاص هي ما عندهاش تخطيط ان هي يبقى في حملتين. أوكي. يفضل ان احنا نكون خلاص انا يعني خلصت في الاخر بقى، في الاخر بقى خلاص خلصت هترجع تولد تاني. بالظبط، ان هي ساعتها لما هترجع يحصل حمل تاني، يحصل برضو تمدد تاني، فيبقى خساره مش هتقدر تستفيد بالعمليه اللي هي عملتها. طيب السؤال اللي جاي من صلاح، صلاح بيقول ان هو عنده لغد مليان وكمان مترهل، راح لدكتور جلديه، دكتور الجلديه قال له انت محتاج انك انت تشوف حد جراحة تنسيق قوام. فبيسأل هل ممكن يعمل العملية ويعمل ايه في اللغد ده؟ هل فعلا يقدر يشيل اللغد ويشيل الترهل؟ اه طبعا، ما احنا قلنا ان انا عندي منطقة الرقبة دي، لو انا في ناس هي طبعا هو صلاح واضح ان هو عنده مشكلة اللغد، فيه دهون كتير مش مشكلة جلد، واضح ان هو سنه صغير مش كبير، فده ساعتها حله بسيط جدا ان احنا بنعمل شفط لمنطقة اللي هي اللغد او الرقبة، مع ان احنا بنعمل كمان تحديد للجو لاين. هنا دي حالة طبعا مش حالة صلاح، ده حد سنه كبير شوية عنده ترهل في الجلد. هنا عملنا عملية شد، يعني ده شد جراحي، ان احنا فتحنا وشلنا الجلد الزيادة، بتبقى فتحة يا جماعة صغيرة جدا، حتة صغيرة من قدام الودن وحتة صغيرة من ورا الودن، ما بتبقاش باينة بعد كده. يعني حتى ساعات سيدات بيبقوا قلقانين تقول لي طب يا دكتور لو رفعت شعري او حاجة، او الرجال، لا يا جماعة ما بيبقاش باين. هنا دي مثلا بيشنت سنها صغير، ممكن يكون سنها من سن صلاح، عندها مشكلة دهون. فاحنا هنا اللي عملناه ان احنا عملنا شفط لمنطقة الرقبة دي، حتى لو نلاحظ ان احنا كانت تقريبا الرقبة عندها الرسمة ما كانتش ظاهرة قوي، هنا بعد الشفط تحس ان هي يعني حتى الجو لاين ومنطقة الفك ابتدت تظهر عندها، وبقت ظهرت وبقى شكلها احلى. لكن ما بتسيبش اثر، ما بتاثرش على الصوت؟ لا لا، انا برضو احنا يعني بنشتغل حاجه سطحيه جدا، انا مجرد بشتغل في الدهون البسيطه اللي هي تحت الجلد. انا بقى لسه تحتيه عضلات ماليش دعوه بيها، وموضوع الصوت والاحبال الصوتيه دي ورا قوي ماليش دعوه بيها، ملناش دعوه بيها خالص، مش هنأثر عليها خالص. بصي بقى، السؤال ده مهم جدا، يعني انا حاسه ان ده من اهم الاسئله اللي جات لنا. ده امين عنده 35 سنه، بيقول ان هو عنده السكر. تمام. طبعا المرضى السكر يعني صعب جدا ان هم يدخلوا في عمليات جراحه كتير، بس عنده كمان سمنه انه عنده وزنه 100 كيلو، وهو بقى بيسال يعني الشفط، عمليه الشفط بتضر اللي عندهم السكر؟ لان دايما لما نيجي ندخل عمليه بيسالونا عندك سكر ولا لا، بتبقى حالات خطره جدا انها تدخل جراحه وتتبنج. طيب هو ده طبعا سؤال حلو جدا، لان ساعات مرضى سكر كتير بيبقوا قلقانين. اي مريض سكر ممكن نعمل عمليه، بس الاهم حاجه بالنسبه لي ان احنا يبقى سكرنا مظبط على الاقل لمده شهرين ما قبل العمليه. يعني ظبط السكر، ظبط السكر الاول، ده مهم، ده اهم حاجه. ما ينفعش انا حد يبقى سكري مش مظبط ومشي سكر مش مظبوط خالص، واجي اقول انا هخش عمليات او هظبط سكري في اسبوع وادخل، ده ما ينفعش. على الاقل لازم شهرين ما قبل العمليه ان انا يبقى سكري مظبوط، وبعد العمليه كمان ده الاهم. يعني ما قبل العمليه بشهرين وبعد العمليه لازم يبقى سكري مظبط. وتقريبا اللي داخل اي عمليه وعنده السكر لازم يظبط السكر بتاعه الاول قبل طبعا ما يدخل ده اي جراحة. عمليه سواء عمليات يعني تجميل او اي عمليه تانية، دي حاجه اساسيه. بالظبط، حتى طيب. الضغط كمان يعني مش السكر بس. بالظبط كده. طيب نتكلم بقى عليه، هو ان هو وزنه 100 كيلو. فانا 100 كيلو ده طبعا انا ما اعرفش طوله قد ايه، لو هو طويل و100 كيلو فهيبقى مناسب، لكن لو هو مش طويل قوي ممكن ال100 كيلو دول يبقى هو داخل في سمنه مفرطه. فهل ده هيبقى مناسب لينا ان احنا نعمل شفط؟ ده هو لازم طبعا يعني طبعا يشرفني اقدر اشوف ان احنا نقدر نحدد، لان لو انا في سمنه مفرطه يبقى ساعتها انا بصراحه عمليه الشفط مش هتبقى مفيده بالنسبه لي، مش هتبقى كافيه. يبقى ساعتها نقدر نعمل عمليات اللي هي بقى الانقاذ الوزن، سواء التكميم او تغيير المسار، دي عمليات ثانيه. لكن لو انا يعني زي ما بيقولوا ما دخلتش في السمنه المفرطه، يبقى انا ساعتها هو ده الحاجه المثاليه بالنسبه لي ان انا اقدر اعمل شفط. السؤال اللي جاي ده من بنات واولاد كتير جدا بيسالوا على الصفحه، بيقولوا الابتسامه اللثويه اللي هي الجامي سمايل، لما اجي اضحك تبقى اللثه باينه، عريس عروسه، ام عريس، ام عروسه، المشكله دي بتؤرقهم، هل فعلا المشكله دي بقى ليها حل وحل بسيط؟ حل سهل جدا جدا جدا، وبتاخد النتيجه في خلال اسبوع، وهو البوتوكس. البوتوكس بنقدر نعالج بيه الابتسامه اللثويه، ان احنا بنحقنه وفي خلال 3 ل 4 ايام بوصل، في خلال اسبوع بوصل للنتيجه اللي انا عايزاها.
يعني حتى في الصورة هنا نوضح، يعني هنا دي كانت مريضة جاية لي كانت عندها فرح كمان 10 أيام، هنا الصورة قبل وهنا بعد، هنا بعد أسبوع بالظبط من حقن البوتوكس، نشوف إن إحنا كانت طبعا الجامز كلها ظاهرة، وهنا دلوقتي تقريبا يعني بتضحك عادي، ما فيش أي نوع من أنواع الجامز باينة أو اللثة كانت باينة. لكن دي بتبقى وراثة ولا هي طبيعة؟ طبيعة هنا برضو مريض، هي طبيعة، في ناس يعني زي في ناس مثلا اما بيجوا بيبتسموا وتلاقي ان اسنانهم كلها بتبين، في ناس مثلا ابتسامتهم صغيرة، دي بتبقى طبيعة البشرة نفسها او طبيعة العضلات يعني بتختلف، وفي جزء منهم وراثي، يعني هتلاقي تقول لك انا اصل ماما عندها برضو الجامي سمايل دي او والدها او حاجة. فنقدر نقول لهم يا جماعة سواء سيدة او رجل موضوع حل سهل جدا، هي شكة واحدة صغيرة قوي وهتخلص منها وتقعد مفعولها معاك 6 شهور. طيب برضو السؤال جاي من دنيا. دنيا بتقول عملت دايت، هي لسه صغيرة وعملت دايت جامد وخست كتير، لكن عندها الترهل واكتر حتة باينة فيها هي الارداف. هل فعلا ممكن في حاجات تشد الارداف؟ طبعا ممكن في حاجات تشد الارداف، زي ما احنا قلنا انا ممكن لو عندي ترهل بسيط يعني حاجة بسيطة مش حاجة كبيرة، ممكن نعمل ساعتها جهاز الجي بلازما وتاخد نتيجة ممتازة وهتنبسط جدا جدا جدا. طيب نفترض ان الترهل عندي كبير، خصوصا زي الناس اللي بتكون مثلا خست بال 30-40 كيلو، فبيبقى في جلد كتير قوي، يبقى ساعتها هنعمل عملية اللي هي شد الأرداف او شد الأفخاد، بنعمل بحيث ان احنا نشيل الجلد الزيادة ده كله. انا بقى يعني ايه اللي هقدر اخده، ده ولا ده؟ ده ساعتها لازم بعد الكشف نقدر نحدد المناسب لينا. طب استني بقى، السكار والبيكيني وكده يعني في المايو، السكار هتبقى فين؟ هي السكار بصراحه بتاعه شد افخاد ممكن نقول ان هي لو حد طبعا لابس مايو هتبقى ظاهره شويه، لان هي بتبقى في يعني في الجانب اللي هو اللي جوه للافخاد، تمام، بيبقى بالطول عشان نقدر طبعا نشد. بس يعني ساعتها بناخد بقى، هل انا الجلد الكتير ده مضايقني ولا انا لازم السكار هي اللي مضايقاني؟ ساعتها بنقدر نشوف احنا ايه يعني ايه اللي يبان، السكار ولا الجلد ولا الترهل، دي ساعتها بتختلف مع الوقت. برضو مش هتبان زي الاول يعني السكار طبعا الوقت. بعد 6 شهور بتبقى خط رفيع قوي ما بتبقاش باين، مش هتبان برضو مش هتبقى يعني. بس طبعا في ناس يعني بنقولها ان انت على الاقل هم اول 4 شهور دول نستحمل شكل السكار شويه، فخلال 6 شهور مش هتبقى باينه خالص. طب حتى في برضو بنوتة بعتت لنا، مي بتقول هي جسمها مظبوط جدا، كانت برضو تخينة وخست، بس عندها بقى مشكلة دي ما بتروحش مهما تخس أو مهما تتخن، السيلوليت أو السيلولايت. تمام. دي بقى برضو بتسأل عايزة تعرف إيه الحل إن تشيله خالص. بس السيلولايت دي المشكلة اللي يعني ستات الدنيا كلها، مش هقول ستات مصر، مشكلة مصرية عامة. لا، ستات العالم كلهم فعلا بيعانوا منها. هو عشان بس الناس تبقى فاهمه ايه سبب السيليولايت، السيليولايت بيحصل نتيجه ان انا عماله بلعب في وزني. يعني ايه بلعب في وزني؟ يعني عماله اخس 3 4 كيلو او 5 كيلو وعماله ازيدهم تاني. يو دايت. بالظبط كده. فهي الفكره ان الدهون السطحيه اللي هي تحت الجلد عماله عينين نزيد ونقل وندخن ونزيد، فما بتبقاش بعد كده ما بترجعش سموث، فبتبقى في حتت عاليه وحتت واطيه، ده اللي بيعمل لي الشكل اللي احنا بنسميه شكل البرتقانه او السيليولايت. طيب حلها ايه؟ حلها لازم اشرب ميه كتير جدا، على لازم امارس رياضه، ونقدر نعمل بعد كده سيشنز حاجتين، يا اما اعمل سيشنز كاربوكسي يا اما اعمل سيشنز اللي هي الهايفو، ساعتها بتحسن جدا من السيليولايت. طبعا مش من سيشن واحده، هنحتاج كذا سيشن، لان السيليولايت من الحاجات اللي علاجها صعب، فيها محتاجه ان احنا نتابع فيها شويه. بس الاهم حاجه لازم امارس معاها رياضه ولازم اشرب ميه كتير. بس يعني النتيجه بتبقى قد ايه، كام في الميه؟ لا، ممكن اوصل لنسبه تحسن 70 او 80% بس اللي يستمر، يعني اللي يستمر على هيلثي دايت، انا امارس رياضه على الاقل مرتين في الاسبوع، على شرب ميه كتير، وانا استمر على السيشنز. مساجنج يعني كمان، المساجنج بالظبط، هارد مساجنج، بس لازم استمر على السيشنز كمان، ان انا ممكن اوصل من 8 ل 10 جلسات عشان اوصل للنتيجه انا اللي هي التحسن 70-80% دي. دكتورة نسمة طلال، أخصائي جراحات التجميل والليزر بعيدات نبض، أنا بشكرك جدا. ميرسي يا رانيا بجد، ميرسي، منورة بيكم، ميرسي. يا رب نكون جاوبنا على كل أسئلتكم اللي تخص البشرة والشعر والجسم وكل المشاكل قبل الحمل والولادة وبعد الحمل والولادة، كل حاجة. الفقرة اللي جاية هنسيبكم مع أمنية طاهر، فخرة جمالك من الطبيعة، الناس اللي بتحب انها دايما تبقى عندها منتجات تستعملها 100% طبيعية من أورا ناتشورال سيكريتس. هنسيبكم مع أمنية، وبكرة حلقة جديدة من جمالك، وإلى اللقاء.